بما أن الطريق بات ممهدا أمام الحكومة التشادية لتطبيق توصيات المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية على أرض الواقع، ذلك بعيد اعتماد دستور الجمهورية الرابعة من قبل نواب الجمعية الوطنية في 30 أبريل 2018 بهدف توطيد الديمقراطية التي تعيشها البلاد منذ 1 ديسمبر 1992، والذي توج أي اعتماد هذا الدستور بإصدار مجلس الرئاسي في 4 مايو 2018 بغرض تطبيقه فعليا، لأن هذا الدستور منبثق عن توصيات المنتدى الوطني الشامل. لذلك فإن عملية تطبيق هذا الدستور قد أصبحت تسير بوتيرة سريعة، حيث تمثل ذلك في إصدار العديد من الأوامر الرئاسية، ذلك ما أكدته الوزيرة أمينة الدولة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور، والتي أشارت إلى بعض من هذه الأوامر التي لها أهمية بالغة في دعم الديمقراطية التشادية. من 4 شهر مايو لحد الآن 13 أوردونانس الحكومة يعني شالتها، والأوردونانس ده بخص الباريتي يعني للأوين كيف يعينوهم في الوظيفة العامة وكيف يعينوهم في البرلمان ولا بعدين في الميري دول. والقانون ده قال لازم من هنا لقدام ده الأوين يكونوا يوظفوهم المشايخ هنانا التقليديين بديم شجاعة وبديم مسؤولية كبيرة. إن إصدار هذه الأوامر الرئاسية المختلفة التي تلت نشر هذا الدستور لقد كان لها صدى إيجابيا. الانستيتيوشن الجداد كلها خلاص حطوهم، الكور سبريم خطوها بشامبر حقها دول، تعرفوا شالت مسؤولية هنا الكوليش وشالت المسؤولية هنا أول كونسيل كونسيل كلها كينضموا يعني في الكور سبريم المحكمة العليا. اليوم أنينا من الكونستيتيوشن برميلجا لحصة ده دهابة 3 شهر بس، وفي الثلاث شهر ده أشياء كثيرة بقت، والجمهورية الرابعة يعني ماشية قدام. تبقى الإشارة إلى أن اعتماد دستور الجمهورية الرابعة المنبثق عن توصيات المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية من قبل نواب الجمعية الوطنية الذين يمثلون الشعب التشادي، والذي وعد به رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الشعب التشادي غداة حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، سيسهم مساهمة فاعلة بالتأكيد في بناء غد أفضل لتشاد.